يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقوم الذين يترجمون الدروس العلمية للصم بلغة الإشارة يقومون بترجمة صفة اليد بالإشارة بأيديهم، وهكذا الصفات الأخرى كالعين والنفس والوجه وغيرهما، فهل فعلهم هذا سائغ؟ هذا ليس من باب التشبيه، وإنما هو من باب التوضيح فقط وبيان أن هذا حقيقة وليس معنويا، وإنما هو حقيقة، أن لله وجها حقيقة، وله سمعا حقيقة، وله يدا حقيقية، فهم يريدون بذلك أن هذا حقيقة ولا يريدون التشبيه. نعم.